الشرع عباره عن ايه بقى؟ وده بيجي في امتحان كتير قوي. تمام كده؟ بقول لك ايه في الامتحان؟ طبعا مش هكتبه دلوقتي. قارن ما بين غرفه موجوده عندي في فندق وغرفه ثانيه موجوده عندي في مستشفى. خلاص كده؟ طيب ده سؤال عايز اشعه مقارنه بين الاثنين. دلوقتي مطلوب مني بقى ايه؟ مطلوب مني دلوقتي مطلوب رسم سكتش بلان لغرفه موجوده داخل مستشفى. غرفه موجوده في المستشفى فيها او تحتوي على سرير واحد فقط. سرير واحد بس. طبعا كالعاده برسم السكتش وبشرح عليه، مش هينفع ارسم بس. طيب هبدا بقى اشرح السكتش ده واحده واحده. هبدا اشرح السكتش دوت واحده واحده. هو اولا كده بشكل عام، وفي فرق بين الغرفه الفندقيه والغرفه الموجوده عندك في المستشفى. في تشابه في اختلاف؟ طبعا في تشابه في اختلاف. طب ايه التشابه؟ التشابه ان دي اوضه فيها سرير والفندق غرفه فيها سرير. دي ممكن تكون فيها سريرين وبرده الفندق ممكن فيها سريرين. دي غرفه ممكن تكون فيها ثلاث سراير وبرده الفندق ممكن يكون فيه ثلاث سراير. ايه التشابه؟ دي غرفه بحمام والفندق برده غرفه بحمام. ده برده تشابه. دي غرفه كبيره ليها باب واحد بس وبرده الغرفه الفندقيه غرفه كبيره ليها باب واحد بس. ديت ليها مظل وبرده الغرفه الفندقيه ليها مظل. يبقى لحد ما في تشابه كبير اهو ما بين الغرفه الموجوده في المستشفى والغرفه الفندقيه الموجوده في فندق خصوصا خمس نجوم. يعتبر السكتش ده الشبه اللي احنا رسمناه قبل كده مع زمايلنا في الكلام. ده اللي مش متخصص يفتكر الاثنين واحد. اللي مش متخصص. طب احنا بقى متخصصين في العماره. اجي بقى عينيا تقع على الفرق. الاقي اول حاجه في الفرق لحظه واحده. اول حاجه في الفرق حته التوجيه. الاورينتيشن انا هواجه على ايه؟ الفندق احنا اتفقنا هو بيتواجه على ايه؟ بالظبط كده مش الشمال الفيو. يعني الشمال لو جه معايا مع الفيو يبقى ده كويس جدا جدا جدا. طب انا الشمال في حته والفيو في حته؟ لا مش هسيب الشمال واواجه الفيو. ايا كان الفيو بقى الفيو ده بحر هواجه على البحر. حتى لو في الجنوب حتى لو في الجنوب. الفيو ده بسين هواجه على البسين. حتى لو في الغرب حتى لو في الغرب. الفيو ده جبل او اثر او اي حاجه من الحاجات ديت هوجه ليها ايا كان التوجيه. طيب نيجي بقى للمستشفى. الغرفه الفندقيه بتاعتي دي الغرفه الموجوده عندي شغال الغرفه الفندقيه في المستشفى اوجهها على ايه؟ بالظبط. السؤال بتاعي ده اجابته هل انا محتاج الشمس ولا لا؟ هتلاقي انت محتاج الشمس بشكل كلي. ليه محتاج الشمس بشكل كلي؟ انت عندك ديت غرفه فيها مريض. تمام كده؟ بالتالي فيها بكتيريا فيها عندي فيروس. بالتالي انا عاوزها دايما تكون بيتهوى والشمس وصلها باستمرار. بالتالي التوجيه بتاعي بيبقى على الشمس. الشمس عندنا في مصر موجوده في الجنوب وفي الغرب. فبالتالي يفضل ان الغرفه دي تتوجه على الجنوب والغرب. ده عكس الفندق مفيش مشكله. طب ده عكس السكني برضه عادي مع الوظيفه تستدعي ده. دي اول حاجه. بصبح دلوقتي في اختلاف ما بين الغرفه الفندقيه والغرفه بتاعت المستشفى ان الغرفه الفندقيه بتطل على الفيو اما غرفه المستشفى بتطل على مكان يجي منه الشمس. ده هو الجنوب او الغرب. دي اول حاجه هعتبرها عندي. فكره الفيو او التوجيه. التوجيه عندي على الشمس. تاني حاجة هكتبها عندي باب. هلاحظ الباب بتاع الغرفة الفندقية باب واحد بس. عرض 80 90 متر. يوم يبقى حاجة كبيرة يعني. لكن هنا ببابين. مش كده؟ باب كبير وباب صغير. طب أنا ليه في الغرفة بتاعتي بتاعت المستشفى عامل بابين؟ باب كبير وباب صغير. زي ما قلنا من شوية. هو الشخص اللي داخل ده مش ممكن يكون داخل على ترولي؟ ده احتمال كبير يكون داخل على ترولي. فبالتالي لازم افتح البابين عشان ترولي اللي هو السرير المتحرك ده ينفع يعدي ينفع يخش ويطلع. فبالتالي الباب العرض 80 و90 مش هيعدي السرير. ده هو السرير ده عرض 90 سرير لوحده. غير كمان يمين وشمال وفي حته حديده عشان امسك بيها تجهيزات
فبالتالي لازم أن يكون المكان اللي هيخش منه معدي المتر. فبالتالي لما يكون عندي باب سي 80 وباب صغير تاني عرضه سي نص متر او 40، يبقى كده دخلت في حدود متر 20 متر 30 متر 40، فده كده بالنسبه لي عدى الترولي بسهوله. عشان كده في عندي بابين، باب كبير وباب صغير. باب كبير هفتحه على طول باستمرار، الباب الصغير ده هيتفتح ويتقفل على حسب المريض داخل او خارج بترولي. طيب دخلت الاوضه شبه الفندق اهو، لقيت في عندي الاول لوبي صغير مكان كده في الكوريدور، تمام، يديني ان انا اكمل على طول او اخش على ايدي الشمال. لما اجي اخش على ايدي الشمال لقيت التويلت، والتويلت متقسم ثلاث اجزاء زي بالظبط التويلت الموجود في الفندق. زون مخصص للبانيو، زون مخصص لاوضه الغسيل، وزون مخصص للمرحاض. ده من حيث التشابه، مش كده؟ بقى في عندي تويلت وفي عندي حوض غسيل وفي عندي بانيو، سواء بانيو مشاور مكان استحمام. طيب ده من حيث المضمون، اما من حيث الشكل لا، ده الحمام ده مختلف اختلاف كبير عن حمام اللي شفناه في الفندق. ليه؟ الحمام اللي شفناه في الفندق في طول ما بفتح الباب بلاقي حوض كبير برخامه بمرايه، مش كده؟ واضاءه. هنا الدنيا مش كده، ده حته حوض صغير مفيش في فكره الرخامه الكبيره، مش كده؟ ولقيت اللي قريب مني المرحاض او التويلت اقرب مني، وابعد حاجه موجوده عندي البانيو. ده لوجيك، لان انت بتتعامل مع حد مريض ماشي بالعافيه او بيسندوه على كرسي متحرك عشان خاطر يخش التويلت ده، او عشان خاطر يغسل وشه، او عشان خاطر يستحمى، فبالتالي السيناريو مختلف. هناك قلنا ان باب الشياكه لما افتح الباب بلاقي قدامي حوض غسيل والحته الرخامه الكبيره. هنا الشياكه مش تيجي في الاول، تعال كده اهو، محدش بيخش غرفه في مستشفى يقول لك فين يعني اول حاجه بدور عليها الشياكه، يعني اول حاجه بدور عليها هيعرف تمام يقعد في المكان ده ولا لا، خصوصا كمان هو مصاب هيعرف يتعايش معاه، هيعرف يخش الحمام ولا صعب. فبالتالي هنا موجوده عندي على الحيطه في هاندريل، وجنب المرحاض في هاندريل، جنب حوض الغسيل بلاقي هاندريل. ليه الهاندريل موجوده عندي؟ عشان يقدر يسند عليه ويعرف يخش ويقعد. فدي كلها شباب تجهيزات لابد تكون موجوده عندي في التويلت ده. لازم يكون في عندي مرحاض، لازم يكون في عندي حوض غسيل، لازم يكون في عندي بانيو، لازم يكون في عندي هاندريل موجود في الحيطه عشان اعرف اسند. لازم الملمس بتاع الارضيه ما تزحلقنيش، تمام كده اهوت. الوظيفه هتبقى قبل الجمال في الحته ديت، عشان خاطر انت بتتكلم في واحد بيتعامل معاه نفسيا، عاوز تهيئه ويخش التويلت ويقعد يغسل وشه والبانيو والكلام ده كله. فبالتالي عملت ده، فضيت مساحه كبيره في النص عشان هي في اوبشن هو يخش بالكرسي بتاعه المتحرك. طبعا الباب بتاع التويلت كبير، مش كده؟ ملاحظين القصه ديت؟ عشان هيخش بكرسي متحرك في الغالب، يعني هيخش بكرسي متحرك او هيخش من ناس مسندات. يبقى كده انا خلصت الزوم ده. هلاحظ في كتير من الغرف ان في عندي حوض بره كمان غير الحوض اللي جوه. طب ليه يعني الحوض بره قريب من الباب؟ ده مخصص بقى للممرضات، وفكره الايه؟ ان هي مش بتخش الحمام عماله على بطال، فبالتالي عنصر الميه الموجود عندي جنب الباب ده في غايه الاهميه. هتنقل ده من الزون ده للزون ده. الزون ده اللي هو فيه المريض، اللي هو فيه عباره عن ايه بقى؟ عباره عن سرير او اثنين او ثلاثه او جناح، في اكتر من سرير. والسرير ده مش سرير عادي، سرير مجهز. يعني ايه سرير مجهز؟ سرير مجهز يعني ينفع ان هو يتني ويتفرد ويتحرك يمين وشمال ويعلى وينزل. هفتح السرير ده مش زي السرير الموجود عندي في الغرفه الفندقيه العاديه اللي احنا رسمناها. ونلاحظ ان حوالين السرير مساحه كبيره فاضيه عشان اعرف احرك السرير ده في كل اتجاهات. وفي كرسي خفيف صغير كده قوي موجود جنبه. ده نتيجة ان في حد هيتابعه او هيقعد جنبه. وهتلاحظ بقى ان الزون الثالث عباره عن
مكتوب عليها فاميلي زون. ايه فاميلي زون ده؟ ده بقى خاص بالناس اللي هتيجي تزور بالعيله بتاعته. بقى الفاميلي زون ده اقرب حاجه للشباك، اقرب حاجه للتراس، للبلكونه. يا بشكل عام البلان متقسم لثري زون. تمام كده؟ في عندي زون مخصص للتويلت، زون مخصص ل بيشنت المريض، وزون مخصص للفاميلي العيله بتاعتي اللي هتيجي تزورني او اي حد زيي. لاحظ ان في حاجات كتير بيلت ان، في دواليب بيلت ان اهي، في تسريحه او مكان انا بخزن فيه حاجه بيلت ان، في تلفزيون اهو موجود قدام المريض، السرير بتاع المريض في تلفزيون هو متعلق عشان خاطر يتابع الاحداث. طبعا جنب المريض ان هو في زرار عشان خاطر يدوس عليه على اساس الناس ستيشن يتواصلوا معاه، وفي ساعات تليفون يقدر يكلمهم. طبعا في عندي ان هو تجهيزات جنب السرير زي عمود عشان يتعلق عليه جلوكوز والكلام ده كله. فدي كلها حاجات موجوده عندي في غرفه المستشفى ما كانتش موجوده عندي في الغرفه الفندقيه. طبعا هي الصوره هي مش واضحه قوي، دي متقسمه الوان ومحطوط عليها كلام اهو، محتاجين نكتب نفس الكلمات الموجوده عندي. في حاجه اخيره عاوز اقولها، فكره الضغط برضه هنا في المستشفى في الغرف ديت هلاقي ان في ضغط مشترك ما بين التويلت ده والتويلت اللي بعده. الضغط ده بيتحط هنا او يتحط هنا، ضغط الضغط ده عليه مشروط الصرف مشروط التغذيه، بحيث ان انا بجمع عليه الحمامات. فكل غرفه اللي الثانيه بالنسبه لها ميرور. الحوض اللي كنا بنتكلم عليه اهو، حوض الغسيل اللي هو بره اهو. يعني ممكن الناس هتيجي وتغسل ايديها وتبدا تستعمل، لو في عندي ادويه في حاجه بتعملها اهو بره. مكتوب ان هو دوت الزون الخاص بالتمريض، وهنا الزون الخاص بالمرضى، وهنا الزون الخاص بالزوار او العيله اللي هتبقى موجوده عندي اللي هتيجي وزور المريض اهو، غير التويلت اللي موجود عندي تحت دوت. طبعا هنا مجرد ما هطلع هخش على الكوريدور الكبير اللي يسمح ان يبقى في عندي اثنين تويلت رايحين جايين. هيبدا نرسم سكتش هننتهي منه وهنشرح عليه من خلال ليبلز اسهم كده هو عشان اقول المكونات عباره عن ايه. معانا في حدود دقيقتين ونجمع السكتش.